الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي زوج شباب، هنكمل مع بعض التمارين على الضرب القياسي. كان لسنا حوالي 6 مسائل، إن شاء الله نخلصهم. حلينا قبل كده في آخر فيديو المسألة 102، وكان الناتج بتاعها طلع بسالب 42. نكمل مع بعض كده السؤال اللي بعده 103، بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج د مربع طول ضلعه 8 جذر 2 سنتيمتر، فإن ج ب ضرب قياسي المتجه أ ه، يعني متجه ج ب ضرب قياسي المتجه ف ه بيساوي نقطة. احنا هنرسم الشكل قدامنا. لاحظ ان القطران في المربع متعامدين، صنف الطول. هو قال لك ان طول الضلع 8 جذر 2، وانت عارف ان طول القطر بيساوي لام جذر 2، يعني تقدر ان انت تجيب طول القطر. طول القطر بيساوي 8 جذر 2 في جذر 2 هيطلع ب16. القطر هيتقسم لجزئين 8 و8، هنعمل عمود، القطران متعامدان، وبالتالي القطعة اللي هي د ه طولها هيبقى ب10 سنتيمتر. هو جابها لك، وانت عندك القطعة اللي هي م ه طولها كان طولها م ه يبقى ب6 من فيثاغورس، وعندك القطعة كلها اللي هي الألف م كانت ب8، 8 ناقص 6 يبقى 2 سنتيمتر. فهمنا يا شباب؟ يبقى احنا عندنا المربع قطران متعامدان على جزئين بإيه؟ ب8 اللي هو د م، والقطعة اللي هي م أ كلها ب8، وقال لي إن د ه طولها ب10، يبقى القطعة اللي هي د م دي ب6 من فيثاغورس، تطرح من التمانية، 8 تشيل منها 6 تبقى 2 اللي هي طول القطعة اللي هي أ ه. وبالتالي نقدر نجيب بقى الضرب القياسي بين المتجه ج ب، ضرب قياسي المتجه أ ه. ج ب هننقل نجيب متجه زيه زي ج ب اللي هو أ د، يبقى أشيل ج ب وأكتب مكانها المتجه اللي هو د أ، وأعكسها أخليها أ د، لأن أنا لازم الاتنين يكونوا خارجين من نفس النقطة. يبقى أنت هتجيب متجه د أ ضرب قياسي المتجه أ ه. خد بالك د أ داخل على نقطة أ، والمتجه التاني أ ه خارج من النقطة، فلازم الاتنين يكونوا داخلين في النقطة أو خارجين من النقطة. يبقى أنت هتبدل واحدة فيهم، يعني هتقول الدال أ دي مثلا هتشيلها وتحط مكانها سالب إيه؟ أ د، يعني الناتج اللي يطلع بتاعها هيطلع بالسالب. فيبقى هنا هنا طولها القطعة اللي هي د أ ب8 جذر 2، والأ ه عندك طول القطعة اللي هي أ ه اللي هي كانت ب2، وعندك جتا الزاوية القطر في المربع بيقسم زاوية الرأس إلى 45 درجة، 45 درجة، يبقى في جتا 45. يبقى ناخد بالنا من الإشارة هتتغير، يطلع معانا سالب 8 جذر 2 في 8 جذر 2 هي طول القطعة اللي عندنا. نضرب سالب 8 جذر 2 في طول القطعة اللي هي أ ه اللي هي كانت ب2 في جتا 45، يبقى جذر 2 تروح مع جذر 2 ونختصر، فيطلع الإجابة بتاعتنا بسالب 16. يبقى تاني يا شباب، عندك سالب 8 جذر 2 في الألف ه اللي هي ب2، أ ه جبناها ب2، شايفين الخطوات يا شباب فوق؟ يبقى 8 جذر 2 اللي هي الأ في الأ ه طولها ب2 في جتا 45، يطلع الناتج بسالب 16. الإجابة رقم ج السؤال رقم 103. يبقى فكرة الحل إن احنا هنرسم القطرين يكونوا متعامدين وينصف كل منهم الآخر، هنا 8 وهنا 8، وعندك الجزء ب6 اللي هو من م لحد ه، وعندك د أ ب10، فالقطع أ ه طولها ب2. لاحظ عايز ضرب اتجاه المتجه ج ب في المتجه أ ه، ج ب شلناها وحطينا مكانها د أ في المتجه أ ه، واحدة داخلة واحدة خارجة، يبقى أنت هتعكس عشان يا إما يكونوا اتنين داخلين يا إما اتنين خارجين، هيطلع الناتج في الآخر إيه؟ بسالب 16. تمام؟ ولاحظ ان الزاوية ب45 يا ولاد، لان ده مربع والقطر بيقسم زاوية الرأس لزاويتين متساويتين في القياس. السؤال اللي بعده، بننتقل للمسألة بعدها 104. بيقول لي السؤال 104، اذا كانت معادلة المستقيم أ ب هي س على 12 زائد ص على 9 بتساوي 1، وكان أ ب بتساوي 3 ب ج، فإن ج واو ضرب قياسي للمتجه ج أ بيساوي نقط. احنا عندنا شباب دي معادلة مستقيم، يعني بقول س على 12 زائد ص على 9 بيساوي 1. ال 12 دي اللي هي جزء المقطوع من محور السينات، وال 9 دي اللي جزء المقطوع من محور الصادات. تمام؟ فنقطة ب هيكون إحداثيها 0 و9، ونقطة أ هيكون إحداثيها 12 و0. هو بيقول لي في المسألة إن أ ب بيساوي 3 أمثال أ ج، نرسمها تاني كده بخط واضح. القطعة كلها يا ولاد هنجيبها من فيثاغورس، انت عندك من أ لواو ب12 ومن ب لواو ب9، نجيب القطعة اللي هي أ ب من فيثاغورس، يعني 12 تربيع 144، وعندك 9 تربيع 81، نجمعهم نجيب الجذر، فيطلع ب225 جذرها ب15، لأن يعني القطعة كلها ب15، هنجزئها 3 أجزاء وجزء، يعني هنا
القطعة تبقى هنا بكام؟ ب10 وهنا 5. أو الألف باء تلات أمثال القطعة اللي عندي يا ولاد. ألف باء، ركز كده، القطعة ألف لحد باء تلات أمثال باء جيم، من ألف لباء تلات أمثال باء جيم، يعني الباء جيم تبقى بخمسة والتلاتة تبقى ب10، فاهمين؟ يعني الألف باء كلها بتلاتة. ركز كده تاني عشان النسبة اللي مش فاهمها. هو بيقول لي في المسألة ألف باء كلها بكام؟ بتلاتة، تلات أمثال ب جيم، وهما القطعة كلها قلنا ليها ب15، يبقى 15 على 3 ب5، فتبقى القطعة دي ب5 والقطعة التانية بكام؟ ب10. فهمنا كده؟ قد رسمنا المثلث بتاعنا. نقدر بقى يا ولاد نجيب الإحداثيات بتاعتنا، عايزين نجيب الإحداثيات لحل المسألة، ماشي؟ لأنه عايز جيم واو ضرب قياس الجيم ألف، جيم واو ضرب قياس الجيم ألف، فأنت لازم تجيب إحداث نقطة جيم. هنعمل إيه؟ هنرسم مثلث بره كده ونسقط عمود ونحاول نشبه مثلثين عشان نجيب القطعة اللي عندنا اللي هي واو صاد. الحتة دي عشان نجيبها يا ولاد نقدر نشبه المثلثين، المثلث اللي عندنا اللي هو ألف صاد جيم والمثلث ألف واو باء، نقدر نشبههم. فنقدر نقول له القطعة الكبيرة اللي هي ألف واو على ألف صاد بيساوي القطعة الكبيرة اللي هي ألف ب على ألف جيم، يعني 12 زائد صاد واو على قطعة ألف صاد بيساوي القطعة كلها اللي هي 15 على الخمسة على العشرة، وبعدين نقسم القطعة اللي هي جيم صاد على القطعة اللي هي ب واو، فاهمين؟ يبقى نكتب هنا 15 على 10 بتساوي 9 على القطعة دي اللي اسمها س. قلت يا شباب يبقى انا هجيب النسبة بالمثلث الكبير ألف واو باء والمثلث ألف صاد جيم، يبقى اجيب الضلع الكبير اللي هو 12 زائد واو صاد على ألف صاد، وهنا الضلع الكبير اللي هو 15 على 10 بيساوي س اللي هي جيم صاد يعني على 9. نقدر نطلع بقى س اللي هي جيم صاد دي 9 في 10 ب 90 على 15، 90 على 15 يديك 6، يبقى س ب 6. جبنا القطعة دي ب 6 وده مثلث قائم يا أستاذ في 10 وفي 6، ودي تبقى بكام؟ ب 8، فيبقى ألف صاد ب 8، وبالتالي الصاد واو هتبقى طولها بإيه؟ ب 4، 12 ناقص 8 هيساوي 4 سنتيمتر. كده خلاص جبنا القطعة بتاعتنا، يبقى عندي الإحداثي بتاع نقطة جيم اللي أنا عايز أقول 4 و6، مشيت 4 وطلعت 6، فاهمين؟ يبقى جبنا نقطة جيم عندي، وعندي نقطة واو موجودة إحداثية 0 و0 عملناها على الشبكة البيانية، ونقطة ألف 12 وإيه و0. نقدر بقى إن إحنا نكمل المسألة ونجيب الإحداثيات جيم واو ضرب قياس الجيم ألف. لاحظ إن هما الاتنين خارجين من نفس النقطة، طالما خارجين يبقى مش هغير واحدة، يعني هضرب على طول ضرب قياسي. عندنا نقطة جيم إحداثية سالب 4 وسالب 6، وعندك الإحداثي بتاع جيم ألف هتقول ألف ناقص جيم، ألف ناقص جيم يا شباب نطرحهم من بعض، أو اطرح كده ألف ناقص جيم يبقى 12 ناقص 4 ب 8 وصفر ناقص 6 بسالب 6، يبقى إحداثيها 8 وسالب 6. نعمل بقى ضرب القسم ونخلص المسألة، سالب 4 في 8 بسالب 32 وسالب 6 في سالب 6 بموجب 36 يطلع الناتج ب 4، يبقى الإجابة بتاعتنا برقم 4 للسؤال 104 نختار 4 اللي هي ألف. فهمنا؟ يبقى فكرة المحل اللي احنا شبهنا المثلث الصغير مع المثلث الكبير، تمام، عشان نجيب إحداثي نقطة جيم، وعملنا ضرب قياس ودخلنا أصلا المسألة في شبكة بيانية وجبنا الإحداثيات لمعلومية الأجزاء المقطوعة، لأن دي معادلة خط مستقيم اللي هي س على 12 زائد ص على 9 بيساوي 1، ال 12 جزء مقطوع من محور السينات وال 9 جزء مقطوع من محور الصادات، وقدرنا نجيب نقطة جيم عندنا إن احنا نسقط عمود ونشبه مثلثين زي ما بنشتغل في الاستاتيك يا شباب في المسائل دي. السؤال اللي بعده 106، واللي في الشكل المقابل أ ب ج مثلث. المسألة 105 يا شباب، أ ب ج واو، أ شرطة ب شرطة ج شرطة د شرطة مكعب طول حرف لام وحدة طولية، وكان ج د شرطة ضرب قياس د شرطة ب يساوي سالب 32. تعال نجيب الإحداثيات كده من على الشكل. نقطة ج اللي عندنا بتقع على محور السينات، إحداثيها لام وصفر وصفر، د شرطة إحداثيها الصفر وصفر ولام لأنها بتقع على محور العينات، النقطة ب بتقع في المستوى ص س فبالتالي العين بصفر، فبالتالي يكون إحداثيها لام ولام وصفر. تعال بقى نجيب ج د شرطة ضرب قياس د شرطة ب، لاحظ إن واحدة داخلة وواحدة خارجة، يبقى أنت هتعكس د ب اللي عندك دي، د شرطة ب شرطة هتعكسها تخليها ب شرطة، هتخليها بقى دال شرطة، يعني انت بتبدلهم يعني غير اشارة، لان انت لما يكون المتجه واحد داخل واحد خارج من النقطة فمش هينفع، يبقى لهاش قيمة يعني، فاهمين؟ مش هينفع نحسب يا شباب، او ممكن كنا مادين، ولكن احنا بنبدل المتجه بتاعنا ونغير الاشارة. تعالى بقى نقدر نجيب كل حاجة امور واضحة قدامنا اهي، ج دال شرطة نحسبها، ج دال شرطة اللي هي دال شرطة ناقص ج، وهنا المتجه التاني به دال شرطة اللي هي دال شرطة ناقص ب. تعالى نطبق كده، يبقى هنا ج د شرطة اللي هي د شرطة ناقص ج، يعني صفر ناقص لام بسالب لام، وصفر ناقص صفر بصفر، ولام ناقص صفر بلام، يبقى سالب لام وصفر ولام ده الإحداثي بتاعها. نعمل ضرب قياسي مع المتجه ب د شرطة اللي هي د شرطة ناقص ب، تبقى صفر ناقص لام بسالب لام، صفر ناقص لام بسالب لام، ولام ناقص صفر بإيه بلام، فاهمين؟ بعد كده نعمل الضرب بقى القياسي بتاعنا، وهو بيقول لي إن الناتج بسالب 32، وناخد بالنا إن الإشارة أصلا سالب 2 سالب معانا اهيت، فالسالب هتروح مع السالب
هنقول له لام في لام بلام تربيع، وهنا الصفر تروح، فيبقى 2 لام تربيع ب 32، يعني لام تربيع ب 16، لام بتساوي جذر التربيع موجب او سالب للاربعه، هناخد اللام بس باربعه لان طول الحرف باربعه ما ينفعش بسالب يعني. فبالتالي نقدر نجيب المساحه الكليه للمكعب، المساحه الكليه للمكعب بتساوي 6 لام تربيع، يبقى 6 في 4 تربيع، يبقى 6 في 16 ب 96 سنتيمتر مربع. السؤال 106 بيقول لي ألف باء جيم مثلث متساوي الأضلاع طول ضلع 4 سنتيمتر، ميم نقطة تقاطع المتوسطات. طالما نقطة تقاطع المتوسطات يبقى تقسم كل منها بنسبة 2:1 من جهة الرأس و1 إلى 2 من جهة القاعدة. هو عايز ضربة القياسي متجه ميم باء مع المتجه بتاعنا اللي هو جيم ميم، هنعكس برضو واحدة فيهم يا ولاد لأن في واحدة داخلة وواحدة خارجة من النقطة، فنعكس المتجه بتاعنا اللي هو الميم باء ده نخليها سالب ب ميم ونغير إشارة. طبعا يعني إيه، هنبدل ميم ميم تبقى اسمها ب ميم ونغير إشارة. طيب يا استاذ دي تحل ازاي؟ برضه هنعملها شبكه بيانيه عشان النتيجه تطلع صح وتبقى سهله. طبعا هو طول ضلع باربعه فتبقى نقطه ب احداثيه 4 و0، وعندنا القطعه اللي الف د نقدر نجيبها من المثلث القائم، عندنا الف د ادي القطعه كلها باربعه، وده متوسط يا اولاد لانه عمود على القاعده وبينصفها، ده ارتفاع يعني، هنصف القاعده تبقى دي ب2، والقطعه اللي هنا التانيه تبقى باربعه، نقدر نجيب الف د من فيثاغورس ونقول له 4 تربيع ناقص 2 تربيع، فيطلع الناتج ب2 جذر كام يا اولاد؟ 2 جذر 3 اللي هي جذر 12 يعني، يبقى الالف د كلها بجذر 12 اللي هي 2 جذر 3. خلاص يبقى انت كده خلاص جبت مين؟ الالف د بتاعتك ب2 جذر 3، وعندك الدال مين ب2، وعندك القطعه ب4، وعندك الاحداثيات موجوده. طيب نقطه الف احداثيها كام؟ مشت 2 وطلعت 2 جذر 3. ادي الالف وادي الب وادي الاي وادي الدال. تعالى بقى نجيب احداث نقطه مين، نقطه تقاطع المتوسطات، نجيبها بنجمع الف زائد ب زائد النقطه اللي عندك ليها جيم ونقسم على 3. تمام، يبقى الاحداث بتاعنا لما اقول 0 زائد 2 زائد 4 زائد 2 ب6، 6 على 2 فيها 3، 6 على 3 فيها 2، يبقى انت بتجمع 3 رؤوس يعني وتقسم على 3، فيطلع نقطة ميم احداثيها 2 و2 جذر 3 على 3. تمام، تقدر بقى تجيب الضرب القياسي بين سالب ب ميم في المتجه ج ميم، ب ميم دي معناها ايه؟ ميم ناقص ب، يبقى ب ميم اقول ايه؟ ميم ناقص ب. طب الميم اللي هي ايه؟ 2 و2 جذر 3 على 3، والب اهي، فلما نطرحهم من بعض يبقى 4 2 ناقص 4 بسالب 2 و2 جذر 3 على 3 ناقص 0 ب2 جذر 3 على 3. هعمله ضرب قياسي المتجه ج م، ج م اللي هي م ناقص ج، يبقى الميم اهيت، اطرح منها ايه؟ الجيم اللي عندي، الجيم موجوده يا شباب، الاحداث بتاعها فين؟ الجيم كانت 0 و0، فيطلع نفس الناتج اللي هو ايه؟ 2 و2 جذر 3 على ايه؟ على 3. نعملهم بقى ضرب قياسي مع بعضهم ونطلع ايه؟ الناتج مع بعض. فكر معايا، خد بالك ان في سالب بره، هم ضاربين بقى السالب، سيبها معايا، سيبها هنا، وقول له ايه؟ السالب 2 في 2 بسالب 4 زائد 2 جذر 3 على 3 في 2 جذر 3 على 3، هيطلع الناتج ب4 على 3. يبقى هنا سالب 4 ونجمعها يا اولاد مع ال 4 على 3 تبقى سالب 12 زائد 4 على 3، يعني سالب 8 على 3 في سالب 8 على 3. تمام، نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 108، عندي مخروط دائري قائم محيط، لا في مسألة 107 يا شباب. الأول أهي، هنعملها أ ب ج د مستطيل، هاء بتنتمي لألف د، عايزين نجيب هاء ب ضرب قياسي هاء ج، هندخلها على شبكة بيانية ونعمل إحداثيات. هنا القطعة 9 9 و0، وهنا أ مشت 9 وطلعت 5، نقطة هاء مشت 6 لأن يا ولاد قال لي هنا دي 3 ودي 6، فهي مشت 6 وطلعت لإيه؟ لـ5، نقطة هاء. نقدر بقى نجيب هاء باء ضرب قياسي هاء جيم، هاء باء وهاء جيم خارجين من نفس النقطة، يبقى الهاء باء اللي عندك اللي هي باء ناقص هاء هيبقى 9 ناقص 6 ب3 وصفر ناقص 5 بسالب 5، ضرب قياسي هاء جيم، الهاء جيم أقول ليها جيم ناقص هاء، يعني 0 و0 ناقص 6 و5 اديني 6 و5 بالسالب، لأن بقول هاء جيم اللي هي جيم ناقص هاء. وبعدين نعملهم ضرب قياسي 3 في 6 و18 بالسالب، وهنا سالب 5 بسالب 5 موجب 25، هيطلع الناتج بإيه؟ ب7. تعالوا نشوف المسألة بعدها. مخروط دائري قائم رسمناه، خد بالك عندك الممسان اللي عندنا اللي راسمين قد بعض 10 و10، وهنعمل عمود اللي هو الألف واو يبقى بكام؟ الألف واو هيبقى من فيثاغورس ب8، لأن قال لك المحيط القاعدة بيساوي 12 سنتي، ومحيط القاعدة بيساوي باي في طول القطر، يعني القطر كله ب12، يبقى هنا 6 وهنا 6 وده 10 وده 10، يبقى ليه 8 من فيثاغورس. وخد بالك الواو جيم لما نرسمها قطعة مستقيمة بتوازي القطر اللي الضلع اللي قدامها يا ولاد، لانها قطعه مستقيمه مرسومه بين متصافي ضلعين في مثلث، طولها بيوازي الضلع التالت وبيساوي نصه. تعالى نجيب بقى الاحداثيات. النقطه الاحداثيه اللي عندي الاولى نقطه ب هتبقى احداثيها 12 و0، ونقطه ج مشت 6 وطلعت كام؟ 6 وطلعت 8، نقطه ج 6 و8. طب احنا مش محتاجين الكلام ده لانه عايز يجيب لا دي نقطه ايه يا استاذ؟ دي ميم اللي فوق، دي ميم يا شباب مش جيم، ماشي؟ دي ميم ودي جيم. طيب بهدوء كده عشان نفهم،
هنا ستة وهنا التاني، نعمل ايه يا ولاد؟ عندك ده قطعة اسقطنا عمود اهو عشان نجيب طوله، عايزين نجيب الاحداثي يعني بتاع نقطة الجيم. ولا تاني كده، وقف ولا تاني الاول، ركزوا معايا كده يا شباب، ركز معايا. انت عندك الوقت القطعة دي ستة ودي ستة، شايفين؟ وعندك الواو جيم، انت ما تعرفش احداث الجيم فهيجيبها ازاي، فتسقط عمود هنا، تقوم ساقط عمود كده بالمسطرة من جيم عمود على القاعدة اهو، اسقطنا عمود. فبالتالي انت عندك القطع العمود اللي احنا نزلناه ده طوله نقدر نجيبه من الثسورس. ليه؟ لان انت عندك الواو، ايوه واو ميم مثلا، واو سي مثلا، الحته دي بتلاته والجزء ده بتلاته، وعندك القطعه اللي هي الواو جيم هتوازي ال10، يبقى نصها يبقى بخمسه، يبقى واو جيم بخمسه، فبالتالي جيم خلي الف برضه بخمسه، يبقى ده مثلث قائم، يبقى خمسه وهنا تلاته وهنا اربعه، فهمتوا؟ يبقى القطعه اللي هي جيم واو عندي طولها بخمسه، والقطعه اللي احنا اسقطناها طولها بأربعة، فيكون الإحداثي بتاع نقطة جيم تلاتة وأربعة، يعني هي مشت تلاتة كده وطلعت إيه؟ أربعة، مشت تلاتة وطلعت أربعة. أولى تانية يا ولاد، عشان نجيب نقطة جيم أسقطنا عمود، العمود ده ينصف القاعدة، القاعدة كانت بستة يبقى تلاتة وتلاتة. طيب أنا عندي دلوقتي مثلث قائم أهو، سمي لي س مثلا، يبقى جيم س أ مثلث قائم الزاوية، فبالتالي عندك الجيم أ بخمسة والجيم س دي تبقى بأربعة، فإحداثي جيم مشت تلاتة وطلعت أربعة، تمام؟ بعد كده نقدر نعمل إيه؟ نقول له الضرب القياسي بقى يا ولاد بين المتجه ب ج والمتجه التاني ج د، ب ج و واو. طب عشان اجيب يا استاذ ب ج ضرب قياسي ج واو، خد بالك واحده داخله واحده خارجه، ما ينفعش، لازم الاثنين يكونوا داخلين خارجين، فالام بدلين ال ب ج دي نخليها ج ب ونغير الايه العلامه الاشاره يعني، فيبقى سالب المتجه ج ب ضرب قياسي المتجه ج واو. طب ال ج ب ها ب ناقص ج يبقى 12 وصفر، اطرح اطرح منها ايه اللي هي 3 ولا 4، فيبقى 9 وسالب 4، وضرب قياس الجيم واو اللي هي واو ناقص جيم يعني، يعني ستة وصفر ناقص تلاتة وأربعة، فتبقى تلاتة وسالب أربعة لأنهم ضرب قياسي، والسالب بره يبقى تلاتة في تسعة في 27 أهي، وهنا سالب أربعة في سالب أربعة في 16، يبقى عندك 27 ناقص في سالب موجب يعني 27 يا ولاد، وهنا سالب في سالب موجب يبقى 16، و27 بتلاتة وأربعين وإشارة سالب. تمام، يبقى الناتج سالب 43. انا كده خلصت يا اولاد الفيديو، وانا شرحه اصلا بالتفصيل قبل كده، ولكن الصوت ما كانش ظابط الصوره، فعدته تاني معاكم عشان تكونوا ايه فاهمين اكتر يعني، او انتوا ممكن تنزلوها بعدها يعني، هرفع النسخه برضو ايه اللي هي فيها الصوت مع الصوره مش مظبوطين، انتوا ظبطوها تمام، ودي معاكم برضو ايه نسخه بسرعه كده يعني ايه عشان الوقت. تمام.